مع هذا الدخول المدرسي والدخول الجامعي أن نجعل العلم في مركز اهتمام الأطفال والطلبة وعموما الجمهور العام. وبالتالي أردنا أن نقوم بهذه التظاهرة كبيرة، هذاك التظاهرة اللي سميناها أبواب مفتوحة على الكون، وهي تظاهرة كما شفتم يعني عدة أجنحة، عدة نشاطات، لمن؟ للجمهور العام وخاصة للمتمدرسين. هذا يصادف كذلك مع الأسبوع العالمي للفضاء. أنا أول مرة كما دخلت لهذا المجال حسيت شوية توتر، ومن بعد كما بديت وعدت نفهم هذا الفضاء عاد يجيني سهل.